نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. بعثة النقد الدولي تراجع خطط الحكومة لحماية الفقراء من التضخم. مسؤول بالخارجية الأمريكية: مصر أهم دولة من خارج الناتو للولايات المتحدة. ساويرس: مصر مستعدة للديمقراطية. وحمدين يدعو لاختيار مرشح رئاسي توافقي. إنذار على يد محضر لإخلاء محل بولاء أبو العيلة لإنشاء المترو. إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على تصريحات محمد بن سلمان بشأن نقل الصراع. أوباما ينضم إلى قائمة مؤيدي مرشح الوسط الفرنسي ماكرون في الانتخابات. وزير الخارجية السعودية يصف زيارة ترامب للمملكة بالتاريخية بكل المقاييس. بعد واتساب توقف تويتر في الشرق الأوسط نصف ساعة دون تعليق. ونيوتن يكتب اختلاف النواب. وإلى تفاصيل هذه النشرة، حيث اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة صندوق النقد الدولي بالوزارة في إطار المراجعة الدورية لبرنامج التعاون مع الحكومة. واستعرضت الوزيرة برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الفقراء من آثار التضخم. وأشاد رئيس البعثة كريس جارفيس بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة، والذي وصل إلى 1,600,000 أسرة تشمل 8 ملايين مواطن. ولمزيد من التحليل برحب في الاستوديو سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا بك وأهلا أستاذ أمين الأول مرة مع بعض. إذن في رأيك التحذيرات اللي أطلقوها الخبراء في صندوق النقد من قبل كانوا بيحذروا من موجة التضخم الأولى، وحدثت بالفعل، وهم طبعا أعلنوا عن تخوفهم إن هذه الموجة ستزداد في المرحلة القادمة إلى موجة تضخم أخرى. كيف تعلق على ذلك؟ لا، ده بيوضح إن صندوق النقد الدولي مش مجرد بنك واللي فيه يعني ناس بتوع بنوك، هم لهم بعد سياسي، لأن سياسات صندوق النقد الدولي متهمة إنها لم تنجح بل أدت إلى انهيار اقتصاديات وربما لبعض المشاكل في الدول. هو بيقدم النصيحة على أساس أن يبقى في إصلاح اقتصادي مع الحفاظ على مستوى محدود الدخل بأن لا ينهاروا، لأن ده ممكن يؤدي إلى مشاكل تتخطى الاقتصاد. وإحنا شفنا في ثورة يناير يعني حراك حصل الاقتصاد والمشاكل أخرى، يعني مش اقتصاد فقط، ولكن في المطالب اللي رفعها المتظاهرين كان العيش اقتصاد والعداله الاجتماعيه اقتصاد والكرامه الانسانيه اقتصاد، فثلاث شعارات من اربعه، حتى الحريه فيها جزء اقتصاد. فالحراك اللي حصل يعني قضى حتى على انجازات كانت تحققت في مصر خلال يعني اخر 25 سنه، فبالتالي هو بيحذر لان هو له بعد اكثر من بعد ان هو بنك عادي بيقرض الدوله هنا او دوله هناك. شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية على أن مصر الدولة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة من خارج أعضاء حلف شمال الأطلنطي الناتو، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها علاقات شراكة استراتيجية. وأضاف في تصريحات لوفد صحفيين المرافقين لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة الأمريكية بمصر إلى واشنطن إن الولايات المتحدة تقدر جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر وقدرة المصريين على مواجهة صعوبات عملية الإصلاح وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والنمو. سيادة العميد، تصريحات المسؤول الأمريكي متناقضة تماما مع ما جاء في الصحف الأمريكية حول قرار ترامب بخفض المعونة الاقتصادية لمصر للنصف، ما رأيكم في ذلك؟ أولا هو تصريح لأمريكي ولكن بيتحدث باسم الناتو، عشان نفرق. أمريكا أحد الدول، طبعا أكبر دولة في الناتو، لكن هو التصريح باعتبار أنها دولة ناتو، وأنا متفق معه تماما، لأن الناتو بيرى دائما أن مصر تمثل القوى الكبرى في جنوب المتوسطي، ومصر أحد الدول السبعة اللي بيطلق عليها دول الحوار المتوسطي، اللي هو دول من خارج الناتو، منها مصر ومنها الجزائر وليبيا وتونس بالإضافة لإسرائيل. دي تسمى دول الحوار لأنها تمثل الحدود الجنوبية للناتو. مصر القوة الأكبر في الجنوب المتوسطي، القوة العربية الأكبر
واللي دائما قادرة على التصدي لحماية باقي الأشقاء العرب. أما السيد ترامب فهو متناقض دائما، يعني هو دائم التناقض، وأنا يعني ثابت على رأيي من هو مرشح لغاية ما هيمشي من الرئاسة أنه متناقض. تناقض آخر أنه هو خصم من المعونة العسكرية 38 مليون دولار أمريكا ادتها لنا كمساعدات في صورة منح، يعني المفروض ما تتجدولش كمعونة أمريكية، يعني بعض المعدات ومعظمها خاصة بمكافحة الإرهاب وعربيات ضد الألغام وخلافه. فهذا هو ترامب، وحنفضل في تناقضاته، وأعتقد النهاردة هيكون برضو له الكثير من التناقضات في ما سيأتي. يعني شهدت الحياة السياسية حراكا بتنظيم حزب المصريين الأحرار جبهة نجيب ساويرس انتخابات الهيئة العليا للحزب لاختيار رئيس وأمين عام. وهاجم المهندس نجيب ساويرس جبهة عصام خليل قائلا: أنتم وقعتم مع راجل صعيدي مش هيسيب حقه، ونهايتكم في مزبلة التاريخ، لأنكم ترجون أن مصر غير مستعدة تروجون أن مصر غير مستعدة للديمقراطية. فيما دعا حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب التيار الشعبي بمؤتمر وحدة حزبي الكرامة والتيار الشعبي لتشكيل هيئة وطنية لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة. قال النائب أسامة شرشر إنه استطاع جمع أكثر من 350 توقيعا للنواب لعدم مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من النائب محمد أبو حامد بشأن تنظيم الأزهر، والذي يسمح بعزل شيخ الأزهر بعد انقضاء فترة زمنية محددة. في المقابل رد أبو حامد أنه استوفى كافة الشروط من جمع موافقة 60 عضوا لمناقشته على الجلسة العامة، مؤكدا أن شيخ الأزهر ليس فوق المساءلة وليس معصوما من الخطأ حتى لا يوجد ما يستوجب محاسبته. سيادة العميد، الأزمة أزمة البرلمان مع القضاء ما زالت مستمرة، ودلوقتي بتتكرر مع الأزهر، بس الأزهر يعتبر خط أحمر في مصر، وده بيضمن وبتضمنه المادة 7 من الدستور، وفي العالم الإسلامي ككل باعتبار أن الأزهر يعني قلب الكيان الإسلامي. خلينا نقول بسبب مشروع القانون ده ممكن نلاقي أزمة جديدة دلوقتي في البرلمان؟ أزمة جديدة، بجانب لما في 350 نائب ضد مناقشة الموضوع نفسه. إذن المشروع الذي ستقدم به سيادة النائب محمد أبو حامد سيلقى رفض. يعني هي الفكرة، أنت يعني توصل لخط من الخطوط الحمراء، وهتسيء لفضيلة الإمام الأكبر، وهتسيء لمؤسسة عمرها 1000 سنة، يعني عاشت 1000 سنة جاي لسيادة النائب عشان يهدمها. سيادة النائب محمد أبو حامد عاشت 1000 سنة، يعني بقول الكلام ده للجميع يسمعه، يعني 1000 سنة مصر باحتلال عثماني ومملوكي وحملة فرنسية وانتداب بريطاني، وعاش الأزهر. نيجي النهاردة نتكلم على الأزهر ونقول أصل هو مش معصوم، محدش قال إن هو معصوم. بجانب يعني ماذا أخطأ شيخ الأزهر؟ بجانب إن كان هناك موقف من الظاهرة، سواء بيروجوا فكر يعني مخالف لصحيح الدين أو متطرف، أو انضموا حتى لتنظيمات إرهابية، ما ذنب المشيخة أو حتى الجامعة بتدرس بعض المناهج أو بعض المذاهب؟ فالكلام ده أعتقد إن هو هيعيش الشيخ أحمد الطيب، وهيعيش الأزهر، والتاريخ هيفتكر الاتنين، وهيفتكر اللي أساءوا للأزهر. أنذرت الهيئة القومية لمترو الأنفاق أصحاب المحل الواقعة في مسار محطة ماسبيرو لمترو المرحلة الثالثة بمنطقة بولاء أبو العلا بإخلاء مواقعهم قبل نهاية الشهر الجاري لصدور قرارات بنزع الملكية للمنفعة العامة. وقال أصحاب المحل أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية في محكمة الأمور المستعجلة لوقف القرار، مؤكدين أن القرار لم يتضمن أي تعويضات تذكر، والمساحة المراد نزعها تقدر ب200 محل، وأكدوا أنهم سيدافعون عن ممتلكاتهم. سيادة العميد، يمكن دي أزمة تعتبر يعني بتفكرنا شوية بأزمات كتيرة فاتت، منها مثلا موضوع مثلث ماسبيرو. تفتكر هل الحل في قرارات سريعة من الحكومة أنها تتحاور أو تعرض دايما أي قرارات من النوع ده لفكرة الحوار المجتمعي؟ لا، هو الحوار المجتمعي عندما يكون هناك قانون، يكون هناك دستور، لكن تنفيذ القانون لا يحتاج لحوار مجتمعي، وإلا هيبقى مرة شغلانة غير أن احنا نتحاور. القانون ده القانون 10 لسنة 90، اتعدل في يناير 2015 بالقانون رقم 1 لسنة 2015، في يعني عدله رئيس عبد الفتاح السيسي وعرض على البرلمان.
المادة السابعة من القانون بتقول إن الجهة اللي هتنزع ملكية للمصلحة العامة بتحدد القيمة، قيمة التعويض العادل، وبتحدد من يستحق التعويض، وبتعمل كشوف في خلال 15 يوم بتعلن المعنيين، وفي خلال 15 يوم يمكن الطعن الإداري والتقدم في خلال 30 يوم بحجة الملكية إن كان في حد ما وردش اسمه، وبعدها في إجراءات الطعن في المحكمة. فده إجراء قانوني ما فيهوش حوار مجتمعي. إذن على المتضرر أن أيضا يتقدم للقضاء بما نص عليه القانون 1 ل 2015 اللي هو معدل القانون 10 لسنة 90. فما اعتقدش ان الموضوع يعني محتاج حوار مجتمعي. بجانب بلاش، هل احنا مش كلنا عارفين ان في مرحله للمترو وهم يعلموا ان المترو في طريقه اليهم؟ يعني ما كانش قرار مفاجئ، يعني ما كانش تم النزع مثلا المجهود الحربي فجاه، ده موضوع معروف ومخطط ونصا نزع بخصوص الطرق والبنيه التحتيه، يعني الموضوع قانون. والآن مشاهدينا نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده تحذيرات روسية للطيران الأمريكي في سوريا، فتابعونا. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث أفادت وكالات أنباء روسية أن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فيما تتوالى إعلانات تأييد ودعم اتفاق ستانا لإقامة مناطق وقف التصعيد في سوريا. وأعلن أمين عام الأمم المتحدة وتركيا وكازاخستان ومصر تأييدهم بعد التوصل إليه برعاية روسيا. ووصف المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا الاتفاق بأنه خطوة مهمة وفرصة قوية. سيادة العميد، في الموضوع ده عاوزين نتكلم في ثلاث نقط. الأولانية واللي أهم، عايزين حضراتكم تقيمون الاتفاق ده إلى أي مدى هو مفيد لسوريا شعبا بالذات. النقطة الثانية، عاوزين نتكلم هل ممكن أن هدف الخطة دي يكون إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المعارضة، من المعادلة أسفة. والنقطة الثالثة اللي هي المعارضة، المعارضة شفنا رد فعلها في أستانا ورفضت الرعاية الإيرانية، فرد فعلها هيكون ازاي؟ يعني يمكن ترضخ او تاخذ بعين الاعتبار دور تركيا وراي تركيا؟ اولا أستانا 4 هي تتويج لانتصارات المثلث الايراني السوري الروسي ما بعد معارك حلب. المعارضه رايحه منهزمه، لازم نتفق انها رايحه منهزمه. رايحه لاتفاق اذعان. وده يعني المذعن هو المنهزم، يعني ليس له أن يملي شروط. لصالح لسبب حصل حلحلة في الأمور، وبنتكلم على أربع مناطق آمنة في إدلب وفي حمص وفي دمشق وفي حما وفي اللاذقية، وهي المناطق دي تمثل شمال ووسط وجنوب المناطق القريبة من الساحل السوري. ناقص الموضوع شيء وهو إجراءات التحقق، الرقابة والتحقق. مين الدول اللي هتراقب دي الدول الضامنه؟ ايران وتركيا وروسيا دول ضامنه. مين الدول اللي هتراقب ده؟ هيكون موضوع جدل كبير. هل هتاتي من مثلا بيلاروسيا وداغستان وصربيا من اللي هو المعسكر الروسي اللي ملوش، او يعني الشرقي اللي ملوش مطامع؟ هل ستشارك دول عربيه مثل الاردن مثلا؟ هل ربما تشارك مصر في اعمال الرقابه والتحقق؟ فده جزء. وجود مناطق آمنة بالطريقة دي أفضل من اللي اقترحه رجب طيب أردوغان باللي هو منطقة عازلة ونو فلاي زون وخلافه، فدي أقرب للتحقيق. المعارضة في هذه الحالة هيكون هو بيديله فرصة إنه يفصل المعارضة، ما يطلقون عليها معارضة سلمية أو معارضة سياسية، عن النصرة وفتح الشام اللي غيرت اسمها فتح الشام، وإن يبقى في فرصة عنده أماكن آمنة ما فيهاش قتال، وده يطلق عليه تبريد الصراع. ويمكن انا اتكلمت قبل كده على ان يعني الهدف الاخير هيكون اللي هو بيطلق عليه الصراع المجمد، ان هو يتجمد كل الصراع عدا يعني تبقى الساحل منطقه امنه اللي هي سوريا المفيده ويجمد الصراع. فدي مرحله بيسموها تبريد الصراع. فهي المرحله دي
ما يتعلق بأمريكا، أمريكا دورها خجول في الصراع السوري. قضية منع الطيران الأمريكي أنا أتفق، لأن الروس هم المسيطرين على السماء في سوريا وما حولها بصواريخ الاس 300 والاس 400، ومفيش طيارة أمريكية بتتحرك إلا بإذن من الروس، فبالتالي هو مسيطر على هذا. لكن قضية يعني أنه يشارك هذا الاتفاق الستان أربعة في حل الأزمة أتفق، لكن أن يوجد حل نهائي للأزمة لا، الأزمة لسه مطولة، والمحك في مدى التزام كافة الأطراف بأن يكون تلك المناطق صالحة لعودة النازحين وعودة اللاجئين. إن لم تحقق ذلك فلن يكون لها تأثير على الأرض. هو سيادة العميد، احنا ممكن حتى دلوقتي انا عاوز اعرف رأي حضرتك في إمكانية اندلاع اقتتال داخلي ربما طائفي بعد مسألة تضمين الاتفاق اخراج فتح الشام من المناطق الأربعة. هو بعيدا عن فتح الشام، هو في فصائل محسوبة فصائل سلمية، منها مثلا جيش الإسلام، جبهة التوحيد، هم في مناطق التماس مع الشيعة، سواء وجود إيران بميليشياتها أو وجود ميليشيات حزب الله مثلا في الغوطة، مثلا في الزبداني، في مناطق كفرية والفوع، المناطق اللي فيها شيعة، في خطوط التماس هتحصل. هي فكرة أن الصراع ما بينتهيش إلا أن يصل جميع أطراف الصراع إلى ما يطلق عليه لحظة الحقيقة، أن يدرك الجميع أن لا حل إلا بالتفاوض، إلا بتبادل أو تقاسم المكاسب والتضحيات. لكن طول ما في طرف انسحب فهو هيبتدي يشتغل، طول ما في أطراف موجودة بتدعم الصراع بالسلاح وبالذخيرة سيظل الصراع لفترة أطول. نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقد اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي ببقاء قوات أمريكية بالعراق في فترة ما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي. وشدد المكتب على تحقيق النصر بآيات عراقية خالصة وببطولات وتضحيات العراقيين، وأكد أن لدى الحكومة العراقية خططا واستراتيجيات لتطوير قدرات القوات الأمنية من خلال التدريب والتسليح لمواجهة التحديات المقبلة. إذن سيادة العميد، كالعادة تصريحات أوروبية أمريكية مزدوجة، كيف يمكن أن يعني يتم هزم والقضاء على داعش بينما هناك دعم دولي لداعش؟ موضوع بقاء القوات الأمريكية ده فيها تناقض آخر لترامب. بالمناسبة ترامب في 2007 تحدث أن أكبر خطأ إرسال قوات العراق، نعم، في عهد بوش الابن. في 2011 عندما بدأ سيد أوباما سحب قواته من العراق تحدث أن إن كان خطأ مشاركة الأمريكان في حرب العراق خطأ كارثي فهذا أكثر كارثية منه. وبدأ يتحدث في مناظرته 26 سبتمبر أيلول 2016 مع السكرتير كلينتون، مع الوزيرة كلينتون، إنه معناه إنه هو عايز ياخد النفط بتاع العراق، وإن كان المفروض إن الجيش يفضل موجود عشان ناخد النفط باعتبار إنه هو غنايم إقصاء صدام. فهو بيتحدث، ثم تحدث بعد ذلك على أنه لو كان بيده أن يذهب إلى ليبيا ليستولي على النفط الليبي ففي لازم. يعني بيتعامل كراجل أعمال وبيعتبر أن دي غنائم. فبقاء القوات الأمريكية في حكومة ترامب بيتفق مع جيمس ماتيس وزير الدفاع أن هو وهو قائد القيادة المركزية كان يفضل بقاء القوات الأمريكية، لكن هو بيقول ان هو لابد تبقى موجود عشان لو مشينا ممكن داعش تفضل، مع ان هم من خلقوا داعش، يعني داعش ما ظهرتش غير بعد 2003 بعد الغزو الامريكي. اذا الاداره الامريكيه موقفها واضح بتداري بالحرب على داعش، وهو اولا اغتنام بترول نفط العراق، ومن ناحيه اخرى والمخطط اللي ظهر في 75 اللي هو الحفاظ على نفط المملكه العربيه السعوديه بالتواجد في مناطق قريبة لأكبر احتياطي نفط في العالم. قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إن التصريحات الأخيرة لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنطوي على تهديد سافر ضد إيران، واحتجاجا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع السعودي ضد إيران وهدد فيها بنقل المعركة إلى داخل إيران. قال المندوب الإيراني إن هذا يمثل تهديدا سافرا ضد بلاده وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
سيادة العميد، ما هو تعليقكم على تصعيد لهجة العداء بين السعودية وإيران؟ لا، هي اللهجة متصاعدة، لكن هي الفكرة أنها جاية من ولي العهد. هم الإيرانيين يعني شاطرين، التصريح بيطلع تصريحات أكتر من كده لكن من مستويات أقل، تطلع بقى من نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، ولما تكلم رئيس الدولة يقول لك ده مسؤول غير رسمي، دي ميليشيا يعني، ما مش حكومة. لكن كون انها تطلع، لكن خلينا يعني نتفق ان ما احنا العرب كل يوم بيشتكوا للامم المتحده ومجلس الامن من الحرب بالوكاله والتدخل الايراني في شؤون المنطقه. فالشكوى الايرانيه بس هي اثبات موقف حتى يعطيها ذريعه لمزيد من سواء التصريحات العدائيه او الاجراءات العدائيه. انضم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى الداعمين المحليين والدوليين للمرشح الوسطي للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون في لحظة حاسمة قبل الانتخابات النهائية المقررة الأحد المقبل. كما أصدر زعماء المسلمين واليهود والبروستانت بفرنسا بيانا مشتركا يدعون فيه لتصويت لماكرون ضد مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان. إذن سيادة العميد، يعني أغلبية المحللين رأوا من خلال آخر مناظرة بين لوبان وماكرون أن فرص لوبان تهبط وفرص ماكرون على الأرجح أنه هو يعني الرئيس القادم إلى الإليزي. كيف تابعت هذه المناظرة؟ آخر استطلاع رأي بيقول 62% ستذهب لماكرون و 38% لماري لوبان. أوكي؟ نعم. والنسبة دي بدون مفاجآت كما حدث مع في ترامب. والله يعني ما اضمنش في ترامب شفنا العجب يعني. لكن هم 25% قالوا احنا مش هنخرج للانتخابات مقاطعين. 69% من ال 25% دول رأوا ان الخيار ما بين الاثنين زي ما قال ميلانشون ان هو الخيار ما بين الكوليرا والطاعون، يعني هم الاثنين بالنسبه لهم مش ما ينفعوش يعني. ف 62 لما يخرج 75% تبقى اقل نسبه مشاركه من سنه 65 في انتخابات جوله الاعاده في فرنسا. نعم. تبقى نسبه يعني اقبال ضعيف. وفيما يخص عن ان يعني حضرتك ذكرت ميلانشون انصاره كتار الحقيقه، وهو صرح انه سيمتنع عن التصويت هو وانصاره. لان هو اعلنها صريحه ان هو يعني لا تذهب اصواته لكل المرشحين، يعني سواء عشان ما يسجلش موقف ان هو مع اليمين المتطرف او مع الوسط ويحافظ على يساره، أو من ناحية تانية عشان لا تستغل في الانتخابات النيابية البرلمانية، بيحافظ على أنه هو يحقق في البرلمان. لكن الملحوظ أن نسبة 38% في انتخابات 2002 والد مارين اللي هو جون ماري لوبين لم يحصل عليها، الذي يعني برضو أن هناك ارتفاع في تأييد اليمين المتطرف في فرنسا. فإن لم يعني تنجح اليمين المتطرف أو الجبهة الوطنية في هذه المرة، ولكن ده نذير شؤم، نذير خطر أن ربما في انتخابات أخرى سواء، وخاصة أنها سنها صغير على يعني كمنصب مرشحة رئاسة، يعني 48 سنة مش 70 سنة أو كده، يعني ممكن يكون عندها فرص وممكن تتزايد. لكن احنا نبارك يعني لماكرون إن لم تحدث مفاجآت زي الأخ ترامب يعني. ونبقى مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تعرضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان للقف بالبيض من متظاهرين غاضبين أثناء ترويجها لحملتها الانتخابية، مما اضطر عناصر الحماية لإبعادها من الحضور. وتجمع نحو 50 شخصا لدى وصول لوبان إلى شركة ملاحة حيث رشقوها بالبيض هاتفين فليخرج الفاشيون. نفى سفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاهرة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من تحريض للمواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى مصر بزعم تعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات، مؤكدين أن ذلك كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، وأن هذه الشائعات بعيدة كل البعد عن أواصر العلاقات الخليجية المصرية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية.
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في أول زيارة خارجية له يعكس الدور المحوري للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، واصفا الزيارة بالتاريخية بكل المقاييس، كما أنها تعكس احترام الولايات المتحدة للقيادات بالسعودية التي تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم. وأضاف أن المملكة الشريك الأول للولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. سيادة العميد، أولا لماذا السعودية كمحطة أولى في جولة ترامب؟ هل هو يسعى لإعادة إحياء حلف الاعتدال العربي؟ وفي المقابل المملكة العربية السعودية هل تسعى لنفي تهمة رعاية الإرهاب؟ أم أن خلينا نقول العداء المشترك اللي يجمعهم لإيران وثق العلاقة دي باعتبار أن المصالح مشتركة في النقطة دي؟ أولا المملكة العربية السعودية من ما بعد حرب الخليج الثانية وهي يعني على رأس حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أو تاني حليف بعد إسرائيل بشكل واضح، سواء حصل تجاذبات لكن ده الواقع، بالإضافة لأن السعودية لاعب إقليمي في ملفات كثيرة تعني الولايات المتحدة، يعني سواء في سوريا، السعودية ما بعد يعني أن العراق أصبح شبه محتل من إيران فأصبح العنصر المواجه لإيران الخليج وعلى رأسه المملكة العربية السعودية. فمصالح أمريكا فيما يتعلق بتحجيم الدور الإيراني بتمر بالسعودية أكثر من دول أخرى. لقائه كأول مسؤول عربي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيعكس أنها في رأس أسبقياته. هو في كلمته بإعلان الزيارة أشار أنها بلد قبلة المسلمين وأهم حرمين للمسلمين، هي قبلة يعني بلد الحرمين الشريفين. دي بتعكس من وجهة نظري أنا أن أوباما عندما أراد أن يخاطب المسلمين خاطبهم من مصر عشان بلد الأزهر. لما طلع بقى اللي بيقول لا أن ده شيخ الأزهر مش معصوم وكده، وطلع واحد يقول لك لا ده الأزهر ده الإرهاب الأزهر وده، فقلل الوزن النسبي أن بدل ما الأزهر هو مرجعية السنة الأولى في العالم وأكبر مرجعية إسلامية للجميع، فرأى أن هو يذهب لبلد قبلة المسلمين ويلتقي بقيادات غير المملكة العربية السعودية، هيلتقي بقيادات إسلامية من دول إسلامية طبعا يكون على رأسها مجلس التعاون الخليجي من قبلة الحرمين. في بعض الآخرين يعني قالوا أنه هو حتى خفف لهجته أنه هو احنا عايزين نتعاون دون أن نتدخل في طريقة حياتكم، يعني مش هيشتغل بطريقة الديمقراطيين أن أنا عايز ديمقراطية وحقوق مرأة وحقوق الكلام ده، لا هو جاي يقول يا جماعة نتعامل بشكل واقعي بشكل في الكثير من البراجماتية ان احنا نقدر نوصل، وان كان في مشاكل في الارهاب في هذه المجتمعات نحلها بطريقه تتناسب معكم. توقف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن العمل لفتره وجيزه في منطقه الشرق الاوسط، وذلك بعد يوم واحد من توقف تطبيق واتساب في جميع انحاء العالم لمده ساعتين. واشتكى مستخدمو تويتر من انقطاع الموقع لمدة نصف ساعة، ولم يعلق مسؤولو شركة تويتر عن هذا العطل الذي أصاب الموقع. والآن مشاهدينا نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده مبادرة جديدة لمواجهة ختان الإناث فتابعونا. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. وفي مصر أطلق البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة حملة كفاية ختان بنات برعاية مؤسسة المصري اليوم. وتهدف الحملة لإطلاق سلسلة من البرامج التوعوية المختلفة التي ترتكز إلى الأدلة العلمية طبيا ونفسيا للتصدي لتلك الجريمة التي يحظرها القانون. وأبدى مسؤول البرنامج ترحيبهم برعاية المصري اليوم للحملة انطلاقا من دور الصحيفة التوعوي والمجتمعي في حشد كافة الجهود للتصدي لتلك العادة. المزيد في التقرير التالي. عايزين نوضب العروسة بس مش لسه بدري، عايزين نخلص من الموضوع ده بقى. يلا اسمعي الكلام، يلا يلا مش قاعدين بالراحة.
العفة بتيجي من التربية مش من الختان. يا أخي ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ختنش بناته. هتهون عليك وعشان إيه تعرضها للخطر؟ عندك حق، ما قدرتش اعمل فيها كده. كفايه ختان بنات، ختان البنات جنايه يعاقب عليها قانون العقوبات. والان مشاهدينا موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. عنوان اختلاف النواب، يكتب نيوتن في عدد السبت من المصري اليوم مقارنا بين التعامل مع الناجحين لدينا وفي العالم، ويؤكد أن العالم يتابعون حياة كل ناجح وحجم الثروة التي حققها من وراء نجاحه ويبحثون كيف حقق ذلك ليتعرفوا إلى وسيلته لتحقيق النجاح. لدينا يكون الهدف من السؤال مختلفا تماما، نسأل باستنكاف، هو الراجل ده عمل فلوسه ليه؟ يا ترى إيه الجريمة اللي بيخفيها من وراء هذه الثروة؟ الهدف الأول والأخير الإدانة والهدم، يحركه الحقد ويعززه العجز. الفاشل لن يعجب أبدا بأي ناجح ولا بأي نجاح. بالنسبة إليه إدانة النجاح أسهل كثيرا من السعي لتحقيق مثله. سيد العميد، يعني هل تتفق مع الكاتب في رؤيته؟ هل حقا يعني العالم المتقدم دايما بيدور على ما يسمى بالصائدين المهارات وبيدعموا الناجحين، هل احنا عندنا في مشكله فعلا في المينتاليتي تجاه هذا الموضوع؟ انا متفق معاه تماما الحقيقه، بس هو هنا حدد النجاح بالثروه، لم يحققه مثلا بان انا مثلا نجاح علمي او نجاح اعلامي، يعني هو حدده في الثروه فأرد عليه بثروة. لما يبقى المواطن بيسمع في الإعلام الناس اللي بتملى السمع والبصر إن هم حرامية وقضايا حرامية، ده مش أنا اللي بقول، ده أحكام محاكم بتقول دول حرامية ومستولين على أراضي الدولة، وأراضي خدوها يعملوا حزام شجري يبنوا فيها فلل، وخدوا قروض وسافروا. طب أنا كمواطن ما أكيد هيبقى عندي في إدراكي أن هناك شيء خطأ. أنا أوافق أنا كمواطن إن أنا أتتبع قصص نجاح، لما أبقى يطلع لي واحد يقول لي الكم مليار دول نقعد مع بعض كده في القاعة التلفزيوني يقول لنا جابهم من إيه؟ وهنحسب هو بدأ برأس مال كام؟ ومعدل المكسب الطبيعي في أي دولة في العالم وصل لكام؟ مش كده ولا أنا غلطان؟ صحيح. ووافق كمان لما يبقى في تكافؤ فرص، يعني واحد بدأ بعدد من الفلوس، واحد تاني بدأ الاثنين قدامهم فرصة واحدة، مش واحد عنده مسؤولين بيدوله إعفاءات وبيدوله ده وبيدوله ده وبيدوله ده. أنا أوافق لما يبقى اللي عنده مليارات بيدفع الضرائب للدولة، حتى لو احنا يعني ما قالناش هو جاب الفلوس دي منين، يقول لنا دفع ضريبة كام؟ لما واحد يقول لك أنا عندي كام مليار، طب ما يا جماعة عندنا قانون ضرائب. فهي الفكرة مش الناس من نفسنا ولا الناس حاقدة، الشعب ده كان عنده ناس قبل ثورة يوليو عندها ملايين ما كانش حد بيسألهم، لأنه عارف إن هم منهم رأس مال وطني، عارفين الناس دول بتشغل ناس حتى المزارعين بتصرف عليهم بصرف النظر عن ما يعني عن الاعلام او الادب المصري ان ناقش الموضوع ده. بالاضافه ان انا ما اقدرش انكر ان في رجال اعمال وهم الاغلبيه ان هم محترمين وان هم بيدفعوا الضرائب في ده، لكن اللي بيتصدر لنا في الاعلام والقصص النجاح اللي بتجي لنا بتنتهي كلها في ترى، يعني مع عصابه ترى يعني ما. فانا متفق معاك يا نيوتن، لكن أرجو أنك في مقال آخر تقول لنا إيه الحل في الناس اللي بتسرق البلد. والآن مشاهدينا نذهب بكم إلى فاصل أخير ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 719 جنيه، جرام عيار 21 629 جنيه، جرام عيار 18
538 جنيه، جرام عيار 14 415 جنيه، وسعر جنيه الذهب 5025 جنيه. أما الآن فموعدنا مع حالة الطقس. القاهرة 31/16، الإسكندرية 25/16، شرم الشيخ 30/25، الغردقة 30/22، الأقصر 36/22. أما عن أسوان فالعظمى 38 والصغرى 23. وبكذا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. شكرا أمينة. شكرا أمل. شكرا سيادة العميد. شكرا لكم. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. غدا جولة إخبارية جديدة فقط على نشرة المصري اليوم. من القاهرة والناس، دمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم: بعثة النقد الدولي تراجع خطط الحكومة لحماية الفقراء من التضخم. مسؤول بالخارجية الأمريكية: مصر أهم دولة من خارج الناتو للولايات المتحدة. ساويرس: مصر مستعدة للديمقراطية. وحمدين يدعو لاختيار مرشح رئاسي توافقي. إنذار على يد محضر لإخلاء محل بولا أبو العلا لإنشاء المترو. إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على تصريحات محمد بن سلمان بشأن نقل الصراع. أوباما ينضم إلى قائمة مؤيدين.